بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدينا وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم في هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا معاكم بالتأكيد ومع ضيوفنا الكرام في هذا المساء على الهواء مباشرة. نتواصل معاكم كل ثلاثاء من هذا البرنامج، برنامج كلينيك لمركز الجرار الله الألماني التخصصي، مواضيع مختلفة، مواضيع متنوعة حقيقة، كل أسبوع نتكلم عنها ونسلط الضوء عليها. يمكن اليوم راح نحكي عن مواضيع جدا مهمة الأمانة، يعني هي اهتمامها من خلال اهتمام الناس فيها وأسئلة الناس اللي قاعد تكثر حوالينها، حوالين هذا الموضوع، عمليات التجميل وغيره. نسمع عن الفيلر، نسمع عن البوتوكس، نسمع عن عمليات التجميل، شد الجسم، نحت الجسم، تكبير الصدر، تصغير الصدر، أمور كثيرة. ناس تقول فيها مشاكل، ناس تقول ما فيها مشاكل، ناس تقول يا يبا هذا سبب سرطان، ناس تقول لك لا يا حبيبي ترى ما فيها شيء، ناس تقول لك يا يبا في ناس انفجر معاهم، ناس تقول لك لا يبا ما ينفجر. أمور كثيرة ومغالطات كثيرة حول هذه المواضيع. اليوم راح يعني نبين، نقطع الشك باليقين من خلال ضيوفنا الكرام في هذا المساء، وهم إن شاء الله راح يكون معنا ضيف أجنبي وهو يعمل مع مركز الجرار الله الألماني التخصصي، راح يكون ضيف معانا وراح نتكلم على هذه العمليات ونسلط عليها الضوء بشكل أكبر. لكن خلنا نطلق معاكم في موضوع حلقتنا اليوم، راح نتكلم على عمليات التجميل ما بعد التكميم وفقدان الوزن الزائد. راح يكون ضيفنا بروفيسور غريمي موير وهو استشاري جراحة التجميل ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى رويال لندن، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، خبرة أكثر من 30 عام في عمليات التجميل وأيضا في عمليات تجميل الصدر وغيره. راح نتكلم عن الصدر، راح نتكلم عن نحت الجسم، راح نتكلم عن شد البطن، راح نتحكي عن الفيلر، راح نتحكي عن الناس اللي حاطة فيلر دائم، هل ممكن إزالته ولا مش ممكن إزالته. راح تكون معانا عينات على الهواء نحكي فيها، وأيضا راح تكون معانا ضيفتنا الدكتورة سماح شوقي وهي طب عام وراح تكون مترجمة معانا، كون الموضوع يتحمل أو فيه كثير من المصطلحات الطبية، لذلك هي منورتنا اليوم ضيفة عزيزة معانا وراح تساعدنا في عملية الترجمة والشرح لكم إن شاء الله. انضموا لنا في هذه الحلقة، ساعة راح نكون معاكم على الهواء، لكن قبل أن نطلق مع ضيوفي أترككم مع هذا التقرير الخاص بمركز الجرار الله الألماني التخصصي ونرجع لكم إن شاء الله.
مساء الخير عليكم مره ثانيه مشاهدينا وحياكم الله. نرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظه. طبعا موضوع حلقتنا مثل ما تكلمنا بالبدايه هي عمليات التجميل ما بعد التكميم وفقدان الوزن الزائد. راح يكون ضيفنا بروفيسور جريمي موير استشاري جراحه التجميل ورئيس قسم جراحه التجميل بمستشفى رويال لندن، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، خبره اكثر من 30 عام في عمليات التجميل وعمليات شد الصدر. وايضا معنا الدكتوره سماح شوقي طب عام، راح تكون معنا ان شاء الله ضيفه عزيزه ومترجمه لنا في هذا المساء. راح فيها بدايه ليدز فيرست. مساء الخير دكتوره، حياك الله وسعيدين بلقائنا معك. انا سعيد اكثر. وايضا دكتور بروفيسور جريمي موير، نايس تو ميت يو اند ويلكم تو كويت. السلام عليكم. عليكم السلام. Thank you. Very pleased to be here in Kuwait and working at the Jarala clinic and thank you for inviting me to Rai TV to talk to you. نعم. هو الدكتور سعيد جدا بمقابلته ليكوا هنا وبالذات في تلفزيون الراي، وسعيد اكتر بشغله في مركز الجراله الالماني. جميل، واحنا اسعد بالتاكيد تواجده معانا. وما راح نخلي سؤال ما راح نساله اليوم، راح نستغله يعني. قولي لي اليوم راح نقول كل شيء في عمليات التجميل. They will ask you every question about plastic surgery. Fine by me. طيب. تحت طيب. في البداية دكتور يعني يلت دكتورة يعني دكتورة سماح يعني ترح تساعدين ها عملية الترجمة اليوم موجودة معنا. أنا صراحة ممكن أعرف إنجليزي لكن أنا غير عن لغتي ثانية. ما فيش مشكلة. طيب أغلب المشاكل اللي يعاني منها الشخص بعد عمليات التكميم اللي يترتب عليها فقدان الوزن. What is the most common problem that patients suffer from, especially after gastric sleeve and massive weight loss? Well, the obvious problem is too much skin, because you lose weight, but the skin doesn't shrink. And so you have lots of excess skin all over your body, but also you have excess fat, often in the wrong place. And so what we try and do is we remove the excess skin and put the fat into the right places and remove it from the wrong places. هو المشكلة اللي بيعاني منها الكل بالذات بعد عمليات التكميم أو فقدان الوزن زائد هو ترهلات الجلد، لأن طبعا بعد ما بفقد الوزن بيبقى فيه جلد كتير في الجسم وترهل. وبرده من ضمن المشاكل إن بعد فقدان الوزن بيتبقى كمية من الدهون بس موجودة في أماكن مش كويسة ما تتناسقش مع جسمهم، فإحنا دورنا كجراحين تجميل إن إحنا بنشيل الجلد الزائد ده وفي نفس الوقت الدهون الموجودة المتراكمة بنستغلها نحطها في أماكن تانية نعبيها نعمل لها إعادة تعبئة بحيث تعطي الشكل الجمالي بعد كده. هذه على كم مرحلة تتم؟ يعني هل هي من خلال عملية واحدة فقط أم عدة عمليات؟ Only one surgery or many surgeries. Preferably one or two or three many surgeries, but most patients want one surgery, so it tends to be one great big surgery. هي في الغالب تبقى عملية أو اثنين أو ثلاثة بالكثير، بس معظم المرضى هنا بيحبوا تبقى عملية واحدة بس، فبتبقى عملية بس بتاخد وقت أكتر. طيب أغلب الناس دكتورة يعني تعاني من ترهل الصدر بعد التكميم، أغلب الناس تعاني من هذا الشيء. طيب شنو الحلول المتوفرة بمركز الجراحة وتحديدا قسم جراحة التجميل؟ Most of people here suffer from sagging of the skin, especially for the breast after sleeve. What is the available solution available especially in plastic surgery in Jarala clinic? Well, in Jarala clinic we do all breast operations for making breasts bigger, breast augmentation, making them smaller, breast reduction, and most especially mastopexy, which post bariatric patients have very droopy breasts, and we can reshape the breast back to what it used to be like when the woman was younger. احنا موجود عندنا في مركز الجراله بنقوم بكل عمليات تجميل الصدر ابتداء من تكبير الصدر او تصغير الصدر او حتى رفع وشد الصدر، بالذات اللي بيبقى عندهم ترهلات جامده بعد فقدان الوزن الزائد وعمليات التكميم، بحيث يحصلوا على نتيجه كانها ترجع كانها لسه بنت في مرحله البلوغ، الصدر عندها مشدود وشكله كويس. ها يرجع طبيعي، ما في يعني يبين فيه الندبات او غيره، يعني ما ياثر على الشكل الجمالي. For all surgery it will be scar after surgery. There are scars after big surgery. For breast augmentation, there is hardly any scar at all. Breast augmentation is through a tiny little scar and it's hidden. في ندبات، بس الندبات اللي بتبقى موجودة بعد العملية بالذات عملية تكبير الصدر بتبقى ندبات صغيرة جدا وبتبقى موجودة بشكل مخفي ما بتبينش بعد كده. إذا ما فيها خطورة، هي بشكل عام ما فيها خطورة وسريعة العملية. There is no dangerous for this surgery. Breast augmentation, none at all. ما فيش أي مشاكل بالنسبة لموضوع تكبير الصدر. طيب شنو تعليق بروفيسور على تكبير الصدر ولا لا؟ تكبير الصدر. تعليق على موضوع دكتور بروفيسور جريمي على بعض المشاكل اللي تظهر من السيليكون اللي سمعناها. هناك من يقول أن السيليكون فيه هناك طيارة تعرض لحادث نتيجة الضغط الجوي انفجر السيليكون.
هناك من يقول بأن السيليكون هذا مش صحيح، ما يستمر إذا تعرضت لأي ضربة معينة ممكن ينفجر هذا السيليكون. مدى صحة الكلام؟ هل فعلا ينفجر السيليكون داخل جسم الإنسان؟ Some people said that if they make silicon, it will explode even they travel or. أو تسريب، يكون في تسريب يعني نوع من التسريب. It is true. No, not a breast implant. They're almost indestructible. You can send them up into outer space. You can do anything to them. They will not be damaged. They're very robust. الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة خالص. دي مجرد أقابيل الناس قالتها وتداولتها بينهم بشكل فاني في البداية، بس بعد كده فكروا إنها حقيقة. ما فيش أي لها أساس من الصحة. وده شكل السيليكون اللي إحنا بنستخدمه. لو حاولوا يضغطوا عليه أو حتى شخص يقف عليه ما بيحصلوش أي حاجة. ده شكل السيليكون. هو ده شكل السيليكون اللي بنستخدمه. هذا الحين لا يمكن يعني هذا لا يمكن أن ينفجر، لا يمكن أن يصير فيه تسريب، لا يمكن أن يتعرض. Indestructible. ما بيحصلوش أي حاجة، ما بينفجرش، ما بتدمرش خالص. طيب إحنا عندنا فاصل، بعد الفاصل عندنا فيديو نبي الدكتور يشوفه ويعلق عليه ويشرح للمشاهد الكريم. بعد هذا الفاصل مشاهدينا راح نرجع معاكم ونعرفكم السيليكون هذا وشون شو الفرق بين الأصلي واللي مو أصلي، التقليد واللي مو تقليد، اللي يصير فيه تسريب واللي ما يصير فيه تسريب، وف اختبارات تمت على أرض الواقع، وراح يكون عندنا اختبار على الهواء إن شاء الله لهذا السيليكون. إذا ممكن مخرجنا إذا أحد راح نوقف هنا على السيليكون نشوفه، نضغط عليه ممكن يصير فيه شيء أو لا. أيضا شو اللي موجود معانا هذا قاعد أشوفه هنا، طبعا خلوا المحلول، لا في مادة داخل المحلول أو في وينه هذا، هذا يبغى شوفي هو أقدر أمسك دكتور عادل؟ ما فيش مشكلة. طيب هذا شنو هذا بالضبط؟ هذا مطلعينه من بني آدم، من إنسان، ها مطلعينه من حلج إنسان. شنو هذا؟ بعد فاصل. انا بعد ما مسكت هذا الدكتوره تقول لي بس لما تخلص لا تاكل شيء، لازم تغسل على طول ما يصاب. قلت ان شاء الله يعني ودي الحين اروح اغسل ما يصاب بس هوا ما نقدر. المهم حياكم الله مره ثانيه، راح نشوف معاكم فيديو الخاص باللي حكينا عنه السيليكون، وراح نعرف شو الفرق بين يعني الجيد والغير جيد، يعني النوعيه الجيده والنوعيه الرديئه، وراح يعلق عليها الدكتور. راح تكون معنا على الهواء جاهزه ان شاء الله، الفيديو موجود معنا. دكتور إذا ممكن تعلق لنا على هذا الفيديو. What about this video? Ah, well, this video shows the advances in modern breast implants that they no longer contain liquid silicon, but they contain jelly silicon, which cannot leak. هو ده بيعرض أحدث صحة من السيليكون اللي ما بيحتويش على مادة سائلة، ولكن مادة عاملة زي المادة الجيلي اللي ما بيحصلهاش تسرب. لذلك ما نخافش منه. هو ده أحدث صحة من السيليكون. نعم. هذه الرديء. إنزين هل يقدر المريض يميز بين الرديء يعني والجيد، ولا ما يقدر يميز كمريض وحب إنه تكبر أو تصغر الصدر؟ Can the patient differentiate between good and bad silicone? Well, yes. I think if the breast feels soft and it hasn't gone hard, then your breast implant is absolutely fine. هي المريضة لو عملت عملية وحطت سيليكون بالفعل وبعد كده حست ملمس الصدر عندها وحسيته ملمسه زي الصدر العادي طبيعي مش متيبس ولا في أي مشاكل يبقى السيليكون ده كويس. طيب الآن اللي تابعنا وعاملين عمليات السيليكون وحاس أن في مثل ما قال الدكتور في تيبس وهذا غير جيد، هل ممكن يزورونكم بمركز الجراحة الألماني التخصصي إزالة هذا السيليكون ووضع السيليكون الجيد المتوفر عندكم؟ If the patient already did silicone and she feel it's hard, she can come to our clinic, in Jarala clinic. In Jarala clinic, we see a lot of patients who've had breast augmentation done elsewhere and they're not happy or the implants have gone hard. And yes, we're very happy to deal with those patients. And we use the very latest technology of implants. No. احنا موجود عندنا في مركز الجراحة بالفعل جالنا مرضى كتير ركبوا السيليكون قبل كده وما كانوش مبسوطين من النتيجة سواء من الحجم او من الشكل او فعلا حسوا انه متيبس. نعم. واحنا بالفعل بنغير لهم وبنحط لهم احدث نوع من السيليكون موجود متوفر عندنا مركز. نعم. الجراحة الالماني. نعم. دكتورة بروفيسور احنا تكلمنا يعني قبل فاصل يعني اكثر ناس متشوقين يعرفون شو السالفة وشنو هذا بالضبط الكنترول، واخوي هني ابو علي poisonous ها علي مصورنا مولده سامي هذا
شنو لسان؟ ما تقلقش. صدق والله. ما تقلقش. لا زين. هذا شنو بالضبط يا دكتور؟ وين هني؟ هني ها؟ طيب. هذا بالضبط اللي أنا مع المشاهد الكريم اللي قاعد يشوفه. هذا شنو بالضبط؟ What is this exactly? They want to know. This is a permanent silicone implant for the lips. ده سيليكون بس بيستخدم كفيلر دائم للشفايف. هذا فيلر دائم؟ فيلر دائم. ده نوع من أنواع الفيلر دائم. Not something I recommend. وده حاجة هو ما بينصحش بيها لأنه نوع من أنواع الفيلر الدائم. بس سيليكون مواد سيليكون. هذه ممنوعة ممنوعة دولياً هذه صح؟ ممنوعة وما يحبش استخدامها خالص لأن لها مشاكل كتير. طيب الناس اللي واضعة دائم هل ممكن إزالته أيضاً عندهم ممكن الدكتور يعني يزيل الفيلر الدائم؟ The patient had already permanent filler. She can come to you in Jarallah clinic and you can remove it. Yes, again, we see many patients who've had permanent filler. And can I just say something to your audience? Please never have permanent filler. Yeah, it's a terrible, wicked thing, permanent filler. Have temporary filler or have fat transfer. And again, we specialize in fat transfer to do the same thing as permanent filler, but much safer. هو فعلا دكتور شاف العديد من الحالات المركبه مستخدمه الفيلر الدائم وجات لنا في المركز وكانت بتعاني وراحت اماكن كتير بس الحمد لله الدكتور ساعدهم وشال الفيلر الدائم فبنصحهم من فضلكم ما تستخدموش الفيلر الدائم ده ولو حابين تستخدموا فيلر احنا عندنا الفيلر المؤقت او الدهون وده احدث انواع الفيلر الموجود واحنا الحمد لله بنستخدمه عندنا في مركز الجراله متوفر عندنا جميل وبنستخدمه جميل طبعا مشاهدينا الدكتور على فكره يعني قبل الهوى يعني تقريبا يمكن ربع ساعه طالع من عمليه ويانا هني على الهوى والمفروض معانا دكتور رضا ايضا لكن الان هو في غرفه العمليات حاليا يمكن يكون معانا ان شاء الله دكتور رضا باجاند او ما يكون موجود معانا لكن الدكتور البروفيسور كان ايضا بالعمليات تواصلنا الحين هذا بالضبط هذا اللي قاعد تشوفونه معاي وين هني هالصوب ايه هذا شنو بعد دكتور What is this exactly they want to know this is a permanent filler and permanent fillers can cause terrible problems. They can become infected, they can migrate and move from where they were supposed to be to somewhere else, and they can be very difficult to remove. ده نوع تاني من انواع الفيلر الدائم ومشاكله كتير جدا لانه بيسبب بعد كده التهابات ومشاكل وممكن لو واحده حطاه في وشها الفيلر الدائم ده يفضل يتكتل في اماكن معينه ويتحرك من مكان للتاني. And also if you remove a lump off permanent filler that size from a breast, from a buttock, or from your face, you then have a hole, a cavity, which you have to fill. And again, this is where fat transfer can be very valuable, which we specialize in at the Jarallah Clinic. ولو تخيلنا ان احنا شلنا فيلر من جسم واحدة بالحجم ده نفس الكتلة دي سواء من وجهها أو من صدرها أو من المؤخرة طبعا هيبقى متبقى عندنا فتحة مكان فيلر بالحجم ده فده دورنا بعد كده ان احنا بنستخدم في مركز الجرالة بنعمل عملية إعادة نقل دهون أو تعبئة دهون في الأماكن اللي تشال منها الفيلر ده ممتاز يعني تطلع كأنه ما فيها شيء تطلع سليمة وجميلة وكأنه لم يحدث لها شيء The patient will become beautiful again after removal of this filler Hopefully إن شاء الله بيتمنى إن شاء الله طيب هناك من يقول بأن هذه المواد السيليكون وهذا الفيلر والأمور هذه كلها تسبب السرطان بعد فترة مستقبلية. There is some people said that silicone and this material will cause later on cancer. No, not in the form of a breast implant. The breast implants do not cause breast cancer. لا مش في شكل السيليكون كمادة اللي بتستخدم في تكبير الصدر ده في حد ذاته ما بيسببش أي أورام سرطانية خالص مالوش أي أساس من الصحة ما له أي أساس من الصحة طيب هل السيليكون له عدة أشكال أم شكل واحد هو فقط يعني هذا الشكل الآن نشوفه هذا الحجم صغير وهذا إذا سمحتي دكتور حتى مع المشاهد الكريم وهذا كبير يعني لكن الشكل هذا دائري وهذا ما أدري هو دائري بيضاوي هل تختلف الأشكال ولا الشكل واحد ده السيليكون have different size and shape We have different range of sizes for different range and size of the female breast. Absolutely. إحنا عندنا أشكال مختلفة وده بيعتمد على شكل صدر الفتاة في حد ذاته. يعني إحنا موجود عندنا أشكال مختلفة وأحجام مختلفة وده بيعتمد على شكل صدر الفتاة. طيب الفتاة اللي تطلب يعني شكل أو تطلب سيليكون ما يتناسب مع الطول ولا يتناسب مع الوزن. هل ممكن يعني تلبية طلبها أو ينصح الدكتور بعدم إجراء هذه العملية وهل لها مضاعفات إذا مثلاً وضعت شيء لا يتناسب مع طولها ومع وزنها. If the patient wants to make silicone and she wants size bigger than her body or not matched with her body, what's your recommendation and it will be complication later on? If
a woman wants a bigger implant, we will discuss it and usually we'll give them a bigger implant. If a woman wants a ridiculously big implant that doesn't suit her body, then sorry, not, we will not go down that route. هو لو جالنا مريضة عايزة تعمل سيليكون بحجم كبير احنا الاول بنتناقش مع المريضة دورنا من احنا نتناقش معاها ونشوف ايه اللي يناسبها حسب طبيعة جسمها وشكلها وحجمها لو السيليكون اللي هي عاوزاه بيتناسب معاها احنا اوريدي بنعمله لكن لو عايزة حجم اكبر ما يتناسبش معاها لا احنا مش مجرد بنعمل عملية بس احنا اهم حاجة يطلع من عندنا البيشنت بالشكل الجمالي اللي هو يرغبه ممتاز الان تكلمنا على عملية تكبير الصدر راح نتكلم على شد الصدر ونتكلم على تصغير الصدر يعني وآثاره الجانبية والمستقبلية لكن بعد الفاصل ترجمي لها ضروري وقولي لها بعد الفاصل. We will talk later on about breast reduction. عن شنو راح نحكي؟ راح نحكي عن تصغير والشد. We will talk about breast reduction and mastopexy later on. Lovely. ناخذ فاصل. 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 فاصل مشاهدينا وراجعين لكم إن شاء الله. بروفيسور غريمي ودكتور أند أنا قمت أروح بالإنجليزي بعد دكتورة سماح الموضوع عملية تصغير الصدر يعني الإنسانة الغير متزوجة هل ممكن زارة المركز حابة تعمل تصغير للصدر يعني تعاني من مشاكل معينة وتصغير الصدر هل ينصحون بعملية السيليكون أم ممكن لها مشاكل مستقبلية About breast reduction If unmarried female come to you and she need to make breast reduction What's your recommendation? It depends why she needs to have a breast reduction, but it's better to have a breast reduction after you've had your babies because it interferes with breastfeeding. هو بتعتمد ليه هي عايزة تعمل عملية تصغير للصدر بس هو نصيحته لأي فتاة عايزة تعمل موضوع تصغير الصدر بعد ما تكمل عيلتها يعني بعد ما تتجوز وتخلف ده الأفضل ليها هذا الأفضل شنو ممكن مشاكلها المستقبلية أو أعراضها الجانبية عملية التصغير؟ What is the side effect and complication of breast reduction? Breast reduction has very few side effects or unwanted effects. It's one of the most successful operations that has the highest satisfaction rate. هو ليه أعراض جانبية قليلة جدا أو ما تذكرش إذا تعمل بالطريقة الصح المرضية. جميل. لما نتكلم على عمليات شد الصدر، شنو هي شد الصدر أولاً؟ ومتى يلجأ لها الشخص؟ What is the meaning of breast mastopexy and when the person can do it? Okay. Breast augmentation makes them bigger. Yes. Breast reduction makes them smaller. Mastopexy is to give you the shape back. If your breasts droop, too much skin and not enough volume, then we reduce the skin very much like a breast reduction operation. And sometimes we have to augment the breast with either a silicon implant or move tissue around but it's particularly for women who've lost a lot of weight after banding هو في الاول عايز يوضح ايه الفرق بين تكبير الصدر وتصغير الصدر وشد الصدر التكبير هو اعطاء حجم اكبر من الحجم اللي الصدر عليه التصغير هو تقليل حجم الصدر عنده تعليق دكتور or after many babies إيه أوكي. إيه بالنسبة لموضوع شد الصدر هو عملية تعديل لشكل ورفع الصدر بحيث لو واحدة مثلا فقدت وزن كمية وزن كبيرة وحصل عندها ترهل في الجلد من ضمن المناطق اللي بتتأثر جدا موضوع فقدان الوزن هي موضوع الصدر في الحالة دي بيعمل لها موضوع الشد أن هو يعطي يا إما حجمه أكتر لو كان الحجم في الصدر قليل يا إما يصغر وفي نفس الوقت يعمل عملية رفع للصدر بحيث يدي الشكل الجمالي بعد كده طيب هذا البرنامج دكتورة مطبق في لندن دكتور كان رئيس قسم الجراحة في مستشفى رويال بلندن وكذا هل هذا البرنامج برنامج بريطاني يطبق عندنا بالكويت؟ As head of department in Royal London Hospital this program we follow here in Kuwait Sorry? This program for the breast, all surgery of breast. We do in London at the Royal London Hospital. We do the same type of surgery we do here. In fact, here at the Jurala Clinic, we have better equipment in some respects than we have in London. So we have the whole range of surgery available here. احنا بنطبق نفس الكلام اللي بنتبعه في مستشفيات لندن بس احنا سعيدين هنا ان احنا عندنا في مركز الجراله الالماني احدث الاجهزه اللي مش موجوده اصلا في لندن فده بيساعد موجوده في لندن موجوده في لندن ما شاء الله موجوده في الجراله وده بيساعدهم اكتر ان هم ينفذوا البرنامج بتاعهم ممتاز برجع على موضوع السيليكون هل ممكن بعد اجراء عمليه السيليكون
ممكن تمارس حياتها الطبيعية من ناحية الرياضة، السباحة، السفر، الأمور هذه كلها، يعني ضغط الجو والطيران الحكي اللي نسمع أنه ممكن يسبب آثار جانبية على اللي قائمين بعمليات سيليكون. After silicon surgery, does the patient can do return to her normal life Absolutely. Don't sport or traveling? After all breast operations, breast augmentation, breast reduction and mastopexy, after 2 or 3 weeks, totally normal lifestyle. هو بعد جميع عمليات الصدر سواء التكبير أو التصغير أو حتى الشد المريضة بتقدر ترجع لحياتها العادية وتمارس كل حياتها الطبيعية من أسبوعين لثلاث أسابيع كل حاجة بتقدر تعملها مفيش أي مشاكل خالص. In fact, after a breast reduction, if a woman's had the physical problems of very heavy breasts with backache, unable to wear a bra that fits, difficulty finding clothes, the release, the physical release of the operation allows them to play sport for the first time sometimes. بل بالعكس عندنا بعد عمليات تصغير الصدر وإذا كان تصغير الصدر مش كشكل كمالي كشكل علاجي بالذات المرضى اللي بتعاني عندها من مشاكل في الظهر ألم في الظهر أو الرقبة أو إن هي مش لاقية ملابس تتناسب مع حجمها تقدر ترجع لحياتها الطبيعية وتمارس الرياضة في نفس الوقت عادي مفيش مشكلة وبترجع بسرعة جدا. It's a liberating operation. وهي عمليات مش مجرد بس تجميلية، تجميلية وعلاجية في نفس الوقت. تجميلية وعلاجية. طيب الآن اللي تسأل يعني نفس هذه الأحجام يقولك مثلا هذا الحجم هل يتم تقطيعه لوضعه داخل الجسم أم هو بهذا الحجم ممكن أن يدخل داخل جسم الإنسان؟ About the breast surgery for silicone. You will put all one type or you will cut it for quadrant to put in the breast. Oh no. You a tiny incision under the breast in a hidden crease and that implant will squeeze in through this tiny little hole. هو بيتم العملية لازم بيدخل كله بالكامل بنفتح فتحة صغيرة جدا تحت الصدر مش بتبين وبندخلها بطريقة معينة بحيث توضع في الصدر بنفس الشكل وتكون الفتحة قليلة جدا كميتها قليلة ما بتبينش بعد كده. طيب في بعد العملية إن لم يعجب الإنسان من قام بهذه العملية لم يعجب الشكل النهائي هل ممكن تغييره إزالته؟ If after the surgery, if the patient doesn't like the result, she can change or remove it. Absolutely. If they don't like the size, we can change the size to a different size, or they can have the implant removed. طبعاً لو المريضة بعد العملية مش حابة الحجم ممكن نغير الحجم سواء نزود أو نقلل أو ممكن حتى نشيله خالص ما فيش أي مشاكل. That happens very rarely. بس ده بيحصل قليل جدا لان احنا عندنا في المركز اما المريضه بتيجي الدكتور بيقيمها الاول على اساس المناسب ليها لطولها وعمرها وشكلها ومن ثم بيحدد ايه اللي يناسبها بالضبط. لكن الناس اللي عامله بره وحابه يعني مو عاجبها الشكل مش شرط عمليه مجانيه هل ممكن يعني يزورونكم بالمركز ويتم عمليه التغيير؟ If the patient did already breast silicone not in our clinic she can come to you and you can check her to renew or rechange it. Absolutely. And any woman concerned about their implants from somewhere else is very welcome at Chirala Clinic. أي امرأة عندها أي حاجة تخص السيليكون تقدر تجي لنا مركز الجرالة ومفيش أي مشاكل. طيب إذا في عنده شيء حاب يعلق على هذا الموضوع لأن سنقفل هذا الملف وننتقل إلى ملف يعني أكثر العمليات اللي عليها طلب. حاب يعلق على هذا الشيء أو خلاص انتهينا موضوع. Finish about the breast or you want to add anything about the breast? No, it's fine. طيب أكثر العمليات اللي عليها طلب وعليها إقبال. What is the most بالكويت common, عندنا هنا. What is the most common surgeries and patient needed it especially here in Kuwait? Well, one of the most common operations is abdominoplasty, tummy tuck. واحدة من أهم العمليات وأشهر العمليات موجودة في الكويت هنا هي عمليات شد البطن أو اللي بنسموها كل عارفها tummy tuck. طيب شنو هذه موضوعها بالضبط وشلون تفاصيلها بعد الفاصل نسمع من البروفيسور الإجابة. We'll talk later on about the abdominoplasty. إن شاء الله. فاصل مشاهدينا وراجعين لكم إن شاء الله لا تبعدوا. بروفيسور جريمي شنو هو شد البطن اللي حضرتك قصدته قبل شوي وتتحكي عنه؟ What is the meaning of abdominoplasty? An abdominoplasty is a tummy tuck to reduce the skin and fat that hangs over the belt. هو شد البطن أو ما نسميه المصطلح الكل عارف tummy tuck هو عملية إن إحنا بنشيل الدهون من البطن وفي نفس الوقت بنشيل الجلد المتراحل فيها.
يشيل الجلد المترهل فيها. But it also improves the curvature and the waistline. يعني هو بس مش مجرد شد البطن وبنخلي البطن في مستوى واحد، لا بنعمل كمان حاجة بنسميها نحت الخصر. نحت الخصر. طيب هذا موضوع ثاني، لكن عملية شد البطن للمرأة أو للرجل؟ The abdominoplasty for male and female. Yes, yes, but specifically, women like to have a curve. Men are a simple shape, but women are curvy, and they like a waist. It's very important for the female figure to have a good waist, particularly when you want to look good in clothes. هو بالنسبة لعملية شد البطن بنعملها للسيدات وللرجال، بس بالنسبة للسيدات كل ما يهم الست هو الشكل الأنثوي. نعم. الشكل الأنثوي ده اللي احنا بنقوم بيه عن طريق عملية شد البطن، وفي نفس الوقت بنعمل لهم نحت الخصر. طيب كم تاخذ يعني عملية شد بطن مع نحت خصر، ايش كثر تاخذ وقت هذه العملية؟ For abdominoplasty and curving of the waist, how long it will takes? Oh, 2 or 3 hours? ساعتين أو 3 ساعات بالكثير. But in Kuwait, many women have their children very young. And so if you've had several children and you're still very young, you want to look young again. And so it's very important. Then we're very happy to be able to give a woman back her curvature, her waist. مشهور هنا في الكويت إن السيدات بتحب الإنجاب كتير وعندهم أولاد كتير. فبعد الإنجاب بتحب ترجع كأنها لسه بنت، ما فيش بطن بترهلت بعد العمليات. فده دورنا بعد الولادات المتكررة نرجع الست نعمل لها عملية شد بطن، وفي نفس الوقت نحت الخصر نديها الشكل الأنثوي اللي كانت عليه قبل الزواج. هل راح يأثر عليه لازم تمارس الرياضة وتخف عملية الأكل ولا؟ ما له علاقة. She can do sport and diet later on or no relation. No. You diet before you have an abdominoplasty. You don't diet afterwards. You get to your target weight, but you can play sport afterwards, absolutely. But women do the duty for Kuwait, for the nation. They have all these children, and it wrecks their tummies, and so they deserve to be made to look good again. هو الأفضل إن هي تعمل موضوع الدايت أو فقدان الوزن قبل العملية، بحيث بعد العملية تبين نتيجة كويسة، لكن الرياضة تقدر تمارسها على طول بعد العملية ما فيش فيها أي مشاكل. بالنسبة للسيدات الكويتيات هنا تقدر ترجع لحياتها الطبيعية، وخصوصا بعد ما أنجبت أطفال كتير وترجع كأنها لسه بنت صغيرة. إيه بس أنا أقصد إن بعد العملية إنسانة ما تمارس الرياضة، وإنسانة يعني تاكل كثير، مشابيس ما مشابيس، تعرف الكويت كله مشبوس، ها دكتور؟ if she eats after surgery no but yes if you eat you will يرجع get البطن you will get good. طبعا هي لو عملت العملية وما حافظتش على وزنها وما مارستش الرياضة طبعا هترجع تاني. هو الأفضل بعد العملية تمارس الرياضة وتتابع نظام غذائي معين، تاكل ما نقولش ما تاكلش. too much مجبوس will spoil a good abdominoplasty. لو أكلت كمية مجبوس كفاية هتضيع كل الدكتور عمل في عملية شد البطن. الدكتور كان حريص على هذا السؤال، يقول لي أتمنى تسألوني على هؤلاء، لأن أغلب اللي راجعوني يردون حق المجبوس مرة ثانية ويخربون كل شيء. طيب دكتور كيف تتم عملية نحت الخصر؟ هي عملية قص يعني وخياط وكذا والأمور هذه؟ What is the meaning of curving of the waist? Curving of the waist is just giving a woman her figure back. How it will be? How you make it? Ah, that's the trade secret. That's what plastic surgeons do. If I told you, then you might go and do it for yourself. لا هو عملية نحت الخصر وإعادة الشكل الأنثوي للفتاة. بس ما يقدرش يقول له أنا ده سر المهنة. وكجراح تجميل لو قالوا لك ممكن تروح تعمله على طول. لكن أغلب اللي يعملونه عندنا بالكويت يطلعون راضيين ومستمتعين بعد إجراء العملية. إحنا كل المرضى اللي بيقولنا وبيعملوا عمليات دي. مش بيجوا تاني، لا بيجيبوا اصحابهم وصديقاتهم، بالعكس بيجي ناس من دول تانية بناء على الدكاتره اللي عندنا وشغله. ممتاز. نبي نتكلم على شفط الدهون، هل حاب يعلق شيء على عمليه نحت الجسم وغيره لما ننتقل لشفط الدهون؟ you want to talk about curving of the waist or finish you will talk about liposuction. let's talk about liposuction. نتكلم عن شفط الدهون. شفط الدهون دكتور يعني كيف تتم وشنو اخر احدث التقنيات عندكم؟ What is the meaning of liposuction? What is the newest technique for liposuction? Liposuction is inserting a tube, a long thin tube, into the skin through a tiny hole. And you can get to anywhere on the surface of the body through a tiny incision for a very hidden scar. نفس هذا اللي قاعد نشوفه على الهواء The same as we see now, this? Ah, what we're seeing now is a very new technique, which is laser lipolysis, which is very similar to traditional liposuction, but with the addition of a laser, which the idea is to shrink the skin.
اللي احنا بنشوفه على الهواء ده احدث صيحات من عمليات شفط الدهون، وعباره عن شفط الدهون عن طريق الليزر بحيث الجلد ينكمش بعدها وما يفضلش فيها اي دهون. بالنسبه لعمليه شفط الدهون عندنا كمان بنتم عن طريق بندخل فتح عن طريق فتحه صغيره جدا ما بتبينش بعد كده، بندخل بانبوبه صغيره وبنشفط كميه الدهون الموجوده في كل الجسم في اي مكان من الجسم، ونقدر عن طريقها نخلص الشخص من كميه الدهون دي. We have all the latest techniques available at Jurala Clinic, but one particular machine is the body jet, which harvests fat safely and it doesn't damage it, so you can then transfer it to other parts of the body. That's another specialized new device. وإحنا لحسن الحظ موجود عندنا في مركز الجراحة الألماني جهاز اسمه جهاز البودي جيت، وهذا أحدث صيحة لشفط الدهون. هو بنستخدمه في شفط الدهون، وفي نفس الوقت اللي بنشفط الدهون بنرجع نعبي الدهون دي في الأماكن التانية من الجسم اللي محتاجة تعبيها. ممتاز. وهذا أيضا نفس البرنامج المتبع والمستخدم في بريطانيا وفي يعني حياة الطب اللي مارسها الدكتور في لندن. This is the same protocol you follow in London and your hospital. We don't have some of these machines available. I work in the biggest teaching hospital in the UK. You know, the new £1 billion Royal London Hospital, bright blue. With a helicopter on top, you can't miss it. But we don't have the full range of that. We rely on traditional liposuction equipment. You will find in London in clinics, you will find all of these machines. But Kuwait is very well off for high technology kit. هو كرئيس قسم جراحة التجميل في أكبر مستشفيات رويال لندن مش متوفر عندهم الأجهزة المتوفرة عندنا في مركز الجرالة الألماني. موجود هنا في الكويت أحدث صيحة من أحدث الأجهزة، وده لحسن الحظ متوفر في مركز الجرالة الألماني. جميل. تكلمنا على شفط الدهون وغيره، لكن بتكلم على موضوع شد الجسم. وش الفرق بينه دكتور شد الجسم؟ شو الفرق بينه وبين شد البطن ونحت الخصر؟ What is the meaning of body lifting and what is the difference between it and abdominoplasty and body curving? Well, abdominoplasty is part of the overall body lift, but somebody who's lost a massive amount of weight has skin everywhere. They have skin hanging from their arms, the breasts, hanging from the sides and the back and the thighs and the buttocks. The excess skin is all over the body, not just at the tummy. هو عملية شد البطن في حد ذاتها جزء من عملية شد الجسم كله. بالذات في الأشخاص اللي عملوا عمليات زي التكميم أو فقدان وزن زائد، بدأ يحصل عندهم ترهلات في أماكن مختلفة من الجسم، زي في الذراعين، زي في الصدر، زي في البطن، زي في الفخذ. ده كل ده اللي بنسميه عملية شد الجسم، وشد البطن جزء صغير منها. But liposuction is a very important part of body contouring, even for massive weight loss. لكن أهم حاجة لإعادة الشكل الجمال الجسم هي عملية شفط الدهون، بالذات لو واحدة حتى فقدت وزن من غير ما تعمل عمليات أو حاجة. مش كل الناس بتعمل عمليات تكميم، مش كل الناس بتفقد وزن كبير. في ناس بمجرد بس إن هم بيعملوا رجيم ودايت عادي فبينزل وزنهم، فبيحسوا إن في مناطق في الجسم مش متناسقة مع التانية. فده دورنا بعد كده بنعمل لهم لايبوسكشن اللي هو شفط الدهون، بحيث نرجع ندهم الشكل الجمال اللي هم عاوزينه. احنا رجعنا على شفط الدهون، هو من ضمن شد الجسم. هو شد الجسم عبارة أكتر من عملية شد. أيوة. شد وإزالة الدهون عن طريق الشفط. طيب هذا إيش كثر تستغرق وقت يعني عملية شد الجسم كامل؟ هل هي بعملية واحدة ولا على عدة أيام تكون؟ For total body lifting, only one surgery or many surgeries? Many surgeries preferably, but patients are very impatient and they want all these surgeries in one operation. هي عملية شد الجسم كله هي المفترض أكتر من عملية، بس معظم المرضى بتيجي تقول لأ أنا عايزة أعمل عملية واحدة بس عشان أخلص وأحصل على النتيجة اللي أنا عاوزها. ما لها أعراض جانبية اللي بيحب يخلص بسرعة؟ If the patient want to make it only one surgery, there is no side effect or complication. Well, it's hard work for the surgeon or at Jurala we have a team of surgeons, team of consultants. But the tummy tuck for a body lift goes all the way around, and one of the operations we specialize in is to use the tissue that you would have cut away, the skin and the fat, to recreate the buttocks. So you make the buttocks bigger, because once you've tucked all the skin, the buttocks are very empty. And so we use the natural skin and fat to create buttocks. هو لو في مضاعفات ما بيبقاش في مضاعفات على المريض، في مضاعفات على الجراح نفسه اللي بيشتغل في العمليه. بس احنا الحمد لله موجود عندنا في مركز الجراله فريق متكامل كله بيتعاون مع بعضه. ممتاز. مش مجرد جراح واحد، اكتر من جراح بيشتغلوا بحيث المريض يحصل على النتيجه اللي هو عاوزها بعد كده. بس عمليه شد الجسم بيبقى مش مجرد شد بس، لا، احنا اثناء الشد بيبقى المريض عنده كميه دهون او كميه جلد كتير مترهل. بنستخدم كميه الجلد المترهل بالذات في منطقه
المؤخرة ان احنا نعمل اعادة تعبئة بحيث تديها الشكل الجمال المطلوب بعد كده. نعم انا سعدت بلقاء معك دكتورة سماح، وايضا سعدت بلقاء دكتور جريم موير. يعني اذا حاب في ختام هذا اللقاء من كلمة اخيرة او نصيحة يقدمها المشاهد الكريم. And the last of the program, what's your recommendation for all people here? وسعيد بلقائي معك قولي. Pleased to meet you. And thank you for having me. My recommendation is come to Jurala Specialist Clinic and you'll be welcome and you'll get a high standard of care. هو نصيحة الأخيرة بيقول لكم تعالوا لنا في مركز الجرالة، هتلاقوا عندكم كل حاجة متوفرة، وأهم حاجة هتلاقوا الاهتمام والرعاية. نعم كل الشكر لكم، بارك الله فيكم. شكرا لك طبعا دكتورة سماح، ما قصرتي، بارك الله فيك. نتمنى انكم ما تعبناك معانا، وان شاء الله نحكي معك يوم عن تخصصك عاد. ها ان شاء الله ضيفه معانا. كل الشكر لكم لقبولكم هذه الدعوه، موفقين ان شاء الله. لكن مركز الجرالة الالماني التخصصي بلغونا قبل شوي بالفاصل ان هناك عرض يقدمونه للمشاهد الكريم، عندهم فتح ملف مجانا لمده 3 أيام واستشاره مجانيه لمده 3 أيام، يعني استشاره مجانيه من يوم السبت لغايه يوم الاثنين. مو تروح هناك تقول لك استشاره وافتح ملف، لا يبا، فتح الملف مجانا والاستشاره مجانا من يوم السبت لغايه يوم الثلاثاء، يوم الاثنين ان شاء الله، ونمون عليهم يوم الثلاثاء طول ما في مشكله. الدور 15، الدور 15 في هذه الوحده اللي هي وحده الجراحه عند الدكتوره، وحده جراحه التجميل بالدور 15 في مركز الجرالة الالماني التخصصي، فتح ملف زائد استشاره مجانيه لمده 3 أيام، وايضا خصم 50% للفيلر والبوتوكس كامل، خصم 50% المبلغ. يعني المبلغ طلع ايا كان ضرب المبلغ اخصم منه النص، هديه من مركز الجرالة الالماني التخصصي. مشكورين ما قصروا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وشكرا ايضا لضيوفنا بروفيسور جريمي موير وايضا الدكتوره سماح شوقي، شكرا لهم. وان شاء الله تكون العمليه كانت واضحه اليوم والامور نقدر وشرحناها لكم وقربنا لكم الصوره في هذا المجال وهو البرنامج الطبي، فبالتالي نتحدث عن كل شيء ما يتعلق بالطب بمركز الجرالة الألماني التخصص. نشوفكم على خير إن شاء الله، وتصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان. فما الله.